وفقرة نبض 100 عقبة. في أخبار نبض 100 عقبة، واصل لاعبو نادي الزمالك للألعاب القوة تألقهم في بطولة الجمهورية مرحلة تحت 20 عام، حيث توجت اللاعبة رحمة حسني بالميدالية الذهبية في سباق 3000 متر جري، كمان حصل على الميدالية الفضية كل من محمد محمود في مسابقة 200 متر جري، واللاعب طارق إبراهيم دسوقي في سباق 4000 متر حواجز، بينما حصد الميدالية البرونزية فريق الرجال، وأسامي فريق الرجال بنادي الزمالك مهند وائل، مروان مازن، وأحمد أشرف، ومحمود كامل في مسابقة 4 في 100 متر تتابع، وبيقود الجهاز الفني الكابتن حمدي عبد الرحيم مديرا فنيا للفريق. هي دي اللعيبه اللي اي لعبه داخل نادي الزمالك هنقول اساميهم. اي حد بيعلي من شان نادي الزمالك في اي مسابقه وبيذكر وبيلعب بروح عاليه جدا داخل نادي الزمالك ايا كانت اللعبه هي ايه، هنقول اسمه هنا وده واجبنا. كمان عايزين نقول انه فاز فريق ناشئين لكره القدم بنادي الزمالك مواليد 2008 على الانتاج الحربي بنتيجه 2-0 في المباراه اللي جمعتهم امبارح على ملعب الاخير ضمن منافسات الجوله ال 13 لبطوله الجمهوريه، واحرز اهداف الزمالك محمد حمد ومحمد هشام. كمان بيقود الجهاز الفني لفريق 2008 كابتن اسامه فاروق كمدير فني، طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. كنا اتكلمنا معاكم يوم الاربع اللي فات كده لو تفتكروا عن اللاعب الكوبي اللي وصل مصر لتدعيم صفوف فريق الكره الطايره بنادي الزمالك. امبارح بشكل رسمي اعلن نادي الزمالك عن تعاقده مع اللاعب الكوبي يوسيفاني هرنانديز لتدعيم صفوف الفريق الاول للكره الطايره. اللاعب الكوبي في اول تصريحات ليه قال انه بيسعى لتقديم افضل اداء ليه مع نادي الزمالك في الفتره اللي جايه، وكمان يساعد اللعيبه والجهاز الفني في تحقيق البطولات. اشاد كمان النجم الكوبي بالطفره الانشائيه داخل نادي الزمالك، مشيرا الى انه سبق وان لعب في كوبا كوريا الجنوبيه والامارات وكمان السعوديه وروسيا واسبانيا. اهلا بيك في نادي الزمالك.